بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما يقدمه في ميزان حسناته ونفعنا الله بعلمه. هذه قراءة من جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله تعالى على كل حال. قال الربيع بن صبيح: قال سمعت الحسن يقول: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقال معمر: كان يقال: من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. وعن معمر قال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وعن معمر قال: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وعن معمر قال: كان يقال: إن الرجل ليتعلم العلم لغير الله فيأبى العلم عليه حتى يكون لله. وعن حبيب ابن أبي ثابت قال: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية حتى ثم جاءت النية بعد. وقال سفيان الثوري: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وعن ابن عيينة وقال الوليد الطيالسي: سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. وقال الحسن: لقد طلب هذا العلم أقواما وما أرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذه قراءة في جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 من هجرة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومقصود الترجمة: الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله تعالى على كل حال. ومختصر هذه الآثار التي نقلها المصنف ها هنا رحمه والتي بغت أيها الكرام الفضلاء قرابة 9 آثار، مختصرها أن على الإنسان أن يدخل إلى هذا العلم بنية صالحة، أن تكون أو أن يكون طلبه للعلم خالصا لله. هناك لقينا أيها الكرام الفضلاء سبحان الله بعض الناس لما كانوا يدرسون معنا في دار الحديث قالوا: إنما نحن جئنا لكي نحسن أوضاعنا الوظيفية. يعني قال: إحنا جئنا ندرس، يعني ما همنا في الشهادة بقدر ما همنا نريد أن نحسن أوضاعنا الوظيفية ولما يترتب عليها بعد ذلك من زيادة في الراتب، تحسين في الأوضاع المالية إلى غير ذلك. نعم، وجدنا مثل هذا، ومنهم من دخل في هذا العلم أيضا من باب أنه يحصل وظيفة ولم يكن له نية صالحة في ذلك، ومنهم من دخل في هذا العلم فقط من باب أنه هو يريد أن بعض الناس كلمه قال له: هناك من يكفل طلاب العلم ويجري لك النفقة إلى غير ذلك وأنك تتعلم، فأراد أن يستفيد من هذا، ما عنده وظيفة ما عنده شيء، فقال: خلاص أنا أستفيد، أحضر في هذا العلم وأستفيد من الراتب الذي يعطى إلي، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. بل إني أعرف أحد الناس سبحان الله لما أراد أن ينكح امرأة فقال له والدها جزاه الله خير، وكان رجلا من أهل الخير والبر والصلاح، قال له: لا أريد منك مهرا إلا أن يكون حفظك لكتاب الله عز وجل، أن يكون حفظك لكتاب الله عز وجل هو المهر، روح اشترك في أي مقرأ وكذا إلى غير ذلك. فهذه هي تتكاثر وتتفرع نيات الناس في طلب العلم أيها الكرام الفضلاء. فمنهم من لما يلج في العلم تتغير نيته بعد ذلك سبحان الله، وتصلح بعدما يلج في العلم ويسمع عن الجنة والنار ويرق قلبه ويصاحب العلماء
ويرى من سمتهم ودلهم وتواضعهم وعدم حبهم للدنيا ولا لزخرفها إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. يعني واحد زي الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، لما أنك أنت ترافق رجل مثل هذا، ماذا تتوقع أنك أنت يكون في قلبك من حب لهذه الدنيا؟ ما حيكون في قلبك ولا حب لهذه الدنيا. ليه؟ لأنه هو نفسه رحمه الله وجدته زاهدا. ولذلك دائما يقول السلف رحمه الله: وأحب إلينا لتائب أن يلحق بصاحب سنة وليس بصاحب بدعة من هالجماعات المنتشرة الآن، ويدخل مع هذول مع التبليغ مع كذا مع الإخوان المفلسين مع هذول إلى غير ذلك من هؤلاء الناس، فيضيع عليه دينه لما يدخل مع هؤلاء الذين يرد همهم الذي يرد همهم الدنيا. لكن لما تكون مع واحد مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عنده سيارة ونيت حتى مات رحمه الله رحمة واسعة، يقولون له نبني لك دارا، قال له احنا عندنا دار في الصالحية بنبنيها، والصالحية هذه المقبرة اللي كانت في عنيزة رحمة الله على رحمة، يقصد بها القبر، ليس دارا للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بنى بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها، وعمل لدار رضوان خازنها، الجار أحمد والديان ناشيها، المسك طينة والزعفران حشيش نابت فيها. لما تكون مع أمثال هؤلاء، تكون مع واحد مثل شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة، وتراه في السحر في أيام الشتاء يتلثم ويوزع الأرزاق على الفقراء في أحياء الرياض رحمه الله رحمة واسعة، لو دخلت إلى هذه العلم بنية فاسدة الغرض منها الدنيا، فلما ترى من سمت هؤلاء العلماء يغير الله عز وجل نيتك فتكون من أجل الآخرة، لما تبدأ تقرأ القرآن وتقوم الليل. لذلك تريد رقة القلب، تريد التخفف من الدنيا، عليك بكثرة تلاوة القرآن وقيام الليل. أفضل علاج لقسوة القلب أيها الكرام الفضلاء هو الإكثار من تلاوة القرآن ومن قيام الليل، هذا أفضل علاج الإنسان يحتاجه. فإذا أكثرت من قيام الليل وأكثرت من تلاوة القرآن يبدأ يرق القلب وتخشع العين، ويبدأ أنك أنت تتخفف من هذه الدنيا والطمع فيها. لقينا أحد الناس اليوم سبحان الله رجل والده مليونير من أهل التمور، لو ذكرت لكم المحلات محلاته مشهورة معلومة لكن لا أذكرها، فلقيني اليوم وسلم علي وذكرني بنفسه وقال: يا شيخ ترى أنا فلان الفلاني، والدي أصحاب محلات كذا للتمور، وترى الوالد توفي رحمة الله عليه. فحزنت الحمد لله كده يعني، واسترجعت ودعوت له. الشاهد جات له كورونا، لم تمهله أياما رحمه الله رحمة واسعة، ومضى إلى ربه، نسأل الله نجعل مثواه جنات النعيم. فالشاهد الدنيا ما تساوي شيء أخي الحبيب لكي تفسد فيها نية العلم، والعلم أحلى ما نطق به راسم بفمي. ولذلك يقول الإلبيري: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو علمت، إلى علم تكون به إماما، إن أمرت وإن نهيت، ويكسوك في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت. هذا العلم هو الذي يبقى، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يفنى المال يذهب كما أخبر العدنان عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان يبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل، والقبر صندوق العمل. فكم من أناس تجري حسناتهم وهم في قبورهم، أبو عمر يوسف بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، يعني قبل 8 قرون أيها الكرام الفضلاء، في قرطبة في أسبانيا البعيدة، نحن نقرأ في كتابه ونترحم عليه وندعو له أيها الكرام الفضلاء. وغيرهم، الخطيب البغدادي لم يعقب، ما ترك الخطيب البغدادي ولا عند ذكر ولا عند أنثى ولا عند أطفال، لكنه ترك ما هو خير من الأولاد، ترك هذا العلم، ترك هذه الكتب، ترك هذه الأشياء، ترك هذه العلوم، هذه التي تبقى. المال يذهب، يعني يأتي الورثة يتكاثرون عليه. يحكي لي أحد الفضلاء عن رجل كلالة لا عقب له ولا أصل فرع وارث ولا أصل وارث، ترك فوق 100 مليون ريال على الأقل،
والناس الآن الورثة الزوجة والأخوات وأبناء أخيه يتقاتلون الآن على هذا المال، وما بنى لنفسه لا مسجدا ولا رباطا ولا وقفا، رحمة الله عليه وعلى كل مسلم. هذا الذي يبقى يا إخواني، يبقى هذا العلم. فلا بد لما تلج في هذا العلم لا تكن من تعلم العلم ليماري العلماء ويجاري السفهاء ويصرف إليه وجوه الناس، ألقى في جهنم. لما تأتي لهذا العلم اجعله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، أخلص لتتخلص، أخلص نيتك في هذا العلم أنك ما طلبته إلا لله ولم تبذله إلا لله. بعض الناس يطلب العلم للوظيفة، يطلب العلم للمكانة الاجتماعية، يطلب العلم للجاه، يطلب العلم ليتزلف به جيوب الأغنياء وجيوب الناس. لا تكن بهذه النية الخبيثة. وإني أبشرك، يقول الشافعي رحمه الله، لا يفتقر طالب العلم. طالب العلم ما بيكون فقير أبدا. وبشر طالب العلم بالفقر ثم يغنيه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما سمع الله لشيء مثل ما سمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. رواه النسائي وغيره. قال: يتغنى بالقرآن يعني يستغني به عما في جيوب الناس. هكذا أيها الكرام الفضلاء نخلص نواهانا فيما نحن مقبلون عليه، فيما نحن فيه من هذا الطلب. ولذلك الحسن يقول: لقد طلب هذا العلم أقوام وما أرادوا به الله وما عندهم، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده، يعني ما زال العلم بهم يتأدبون ويتعلمون من سير أهل العلم ومن تلاوة القرآن حتى تغيرت نواياهم الخبيثة إلى تلك النوايا الصالحة. وكما قال سفيان بن عيينة المكي: منذ أكثر من 60 سنة طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون، يعني أننا أخلصنا فيه النية لله. وكما قال سفيان بن سعيد الثوري: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. ليه؟ لأن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله كان يأكل الطعام ثم يقوم الليل إلى الإسفار، يقول: إذا علفت الحمار، وفي رواية: إذا علفت الدابة فكدها. هذا الذي قلت لكم، علاج الكبر في النفوس وسوء النوايا كثرة تلاوة القرآن وبكاء الأسحار، كثرة تلاوة القرآن وبكاء الأسحار. هكذا هو الذي يخلص النوايا في طلب العلم فيجعلها خالصة لله تبارك وتعالى. اللهم اخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين، واجعل ما تعلمنا وما علمنا وما دعونا وما بلغنا خالصا لوجهك تبارك وتعالى، لا مدخل فيه ولا مغمز فيه لأحد يا رب العالمين. وما كان فيه من ريا وسمعة فنقه لك خالصا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير.